كان يقع ذات يوم في منطقة عسكرية محظورة، ولذا فقد احتفظ هذا النهر بأسراره لملايين السنين. حتى الآن تتبعون إلى عالم بكر من وقت بعيد، حيث التضاريس العتيقة وأندر الكائنات. أمور ليس فقط نهراً، بل هو أحد أروع المناطق البرية في العالم. وجهات برية أمور، أمازون آسيا، عرض جديد التالي. هذا أحد أكبر أنهار كوكبنا، لكنه لا يزال لغزاً، الأمور. عندما يصل إلى الشطان البرية للمحيط الهادئ الشمالي، يكون قد أكمل رحلته البالغة 4000 كيلومتر عبر السبخات المترامية الأطراف في الصين المليئة بمستعمرات الطيور المائية والغابات السيبيرية، مع 1000 نهر غير مروض التي تعج بالحياة البرية والأراضي العشبية المترامية الشاسعة تحت سماء منغوليا الكبيرة. إنها تحد أكبر صحارى آسيا، وهي الجوبي. وعلى طول امتداداته العليا يدعي نهران أنهما مصدر الأمور، كلاهما ينبعان من مكان مقدس. أحدهما يقاوم الصحراء باستمرار، وضفاف الآخر مرصوفة إلى الأبد بالخضرة الوفيرة. هذه رحلة إلى منبع الأمور، أمازون آسيا. على طول 2800 كيلومتر يشكل نهر أمور الحدود الصينية الروسية، وكلما صعدت أكثر باتجاه منبع النهر أصبحت الغابات أكثر برية. تبدأ الحدود هنا في هذا الملتقى الأهم في كل نظام النهر. هذان هما منبع أمور، شيلكا وأرغون، نهران يمران في الغابات، إنهما متطابقان بعدة طرق. من ضفافهما الغابات والمستنقعات البدائية تنتشر إلى 3 بلدان: الصين وروسيا ومنغوليا. آلاف الكيلومترات في البر، الغيوم من المحيط الهادئ تأتي بكثير من المطر لتغذية الغابة الوارفة. لكن أبعد إلى الجنوب تضمحل الغابة، ويصبح من الواضح أن نهري منبع الأمور يتدفقان من اتجاهين مختلفين ومن عالمين مختلفين. في منغوليا، هيرلين هو نهر هام في النظام البيئي في حوض أمور. على طوله الأشجار نادرة، هذه هي أرض السماوات الكبيرة والآفاق الشاسعة. سهول منغوليا جزء من أكبر الأراضي العشبية في كوكبنا، باتجاه الجنوب يتحول ببطء إلى صحراء جوبي. إنه أشبه بالنسخة الآسيوية من سيرينجيتي. كل سنة 1,000,000 من الغزلان المنغولية تهاجر عبر السهول وتمتد على طول الامتدادات العليا لنهر أمور. يمكن أن يكون عدد أفراد القطيع 10,000. بعد أن تغادر أراضي الشتاء لا يمكن لشيء أن يوقف رحلتها الملحمية. أرض
أرض خضراء تبدو غير منتهية ومن دون أشجار. تسافر باتجاه وجهة محددة، قطعان الغزال تتبع طرقا متنوعة من سنة إلى أخرى بناء على المناخ. تتحرك الحيوانات بسرعة وترتاح لبرهة وجيزة فقط كي ترعى، إنها تحصل على المياه من الندى على العشب. معظم الإناث حوامل، ثم ذات صباح يبطئ القطيع. هذا هو المكان الذي كانت تفكر به من الأساس. الغزلان ليست مجرد رحالة هنا، رعاة القطعان المنغوليين يتحركون أيضاً، وكانوا يفعلون هذا منذ آلاف السنين، منصاعين إلى الإيقاع الذي تمليه عليهم هذه الأرض. الطريقة الوحيدة لكسب العيش هنا هي رعي الماعز والخراف والأبقار، لكن على عكس الغزلان البرية، فإن القطعان المدجنة تحتاج مياهاً أكثر بكثير، لذا يجب أن تبقى قريبة من النهر. كلاهما يعتمدان على المراعي الغضة دائماً. منغوليا هي أراض فيها قليل جداً من الطرق الممهدة. منذ أيام جنكيز خان قبل 800 سنة لم يتغير الكثير هنا. السؤال هو كم يستطيعون البقاء في هذا الوضع؟ السهل المنغولي الشاسع يبدو خالياً من الحياة والنشاط، لكن إن نظرت عن قرب تجد أن هناك نشاطاً جيداً يحدث على الأرض. حتى عدة أيام مرت كانت حيوانات المرموط التاربجن الفتية تحت الأرض، وهي كبيرة كفاية كي تستكشف العراء الكبير. صغار المرموط تبقي أمهاتها قريبة منها دوماً أيضاً. عندما كل الأمهات في السهل تسترخي، تشعر الصغار بأمان. أحد أكثر الأماكن سلاماً على الأرض، ومكان مثالي لولادة الغزلان. لكن ما إن تستطيع الصغار الركض، يتحرك القطيع ثانية في أول رحلة عظيمة في حياتها. في أرض ليست فيها أشجار، تحتاج الطيور إلى أن تكون خلاقة. عادة تعشش النسور عالياً، لكن نسور السهل الثلاثة الإخوة هذه فقست هنا وستربى هنا. سيحتاج الأهل إلى الكثير من حيوانات المرموط وسناجب الأرض لتطعمها جيداً كلها. عدد المفترسات هناك يعتمد دوماً على عدد الحيوانات الموجودة للصيد. شتاء بري يعني أن الثدييات تستطيع إنتاج الكثير من الذرية، وهذا التأثير يتحرك إلى أعلى السلسلة الغذائية. نجاة النسور الصغيرة يعتمد على مهارات صيد أهاليها، هذا يعني والدين خبيرين، وأكثر نجاحاً في تمرير مورثاتهما ومهاراتهما إلى الجيل التالي.
تستفيد حيوانات المرموط الصغيرة أيضاً من خبرة أهاليها. تستطيع الأمهات أن تحكم على موقع حفر الجحر الأكثر أمناً. حيوان ثديي صغير آخر في السهل، سنجاب الأرض، يفضل أن يعيش في مستعمرات أكبر، وصغارها تولد تحت الأرض أيضاً. بوجود 4 صغار لترضعها، فإن هذه الأم ترزح تحت ضغط هائل لعدة أسابيع. عليها أن تأكل أكبر قدر ممكن لتنتج ما يكفي من الحليب لتشبع الجميع. عندما تخرج لتأكل، من المؤكد أن هذا ليس أمراً مريحاً. تحتاج سناجب الأرض والمرموط دوماً إلى إبقاء عينها على السماء. تراقب النسور عرائن الثدييات دوماً في منطقتها. من كلا الجانبين، إنها معركة للحواس، لعبة لا تلين للقط والفأر. الابتعاد بعيداً جداً عن المنزل يمكن أن يكون خطأً أحياناً. ليس هذه المرة. الهيرلين رافد للفرع الجنوبي لمنابع نهر أمور في منغوليا. نهر ديناميكي يجدد نفسه باستمرار. كل مرة يرتفع فيها النهر يأخذ عضات جديدة من السهل. يخلق هذا نوعا خاصا من المساكن من أجل أحد المخلوقات. آلاف طيور السنون تحفر حفرا وأنفاقا في الضفاف الطرية لصنع أعشاش صغيرة حميمة من أجل صغارها. الرمل الناعم الرطب للسهل هو مادة البناء المثالية. إنه طري كفاية من أجل حفر الأنفاق، وصلب كفاية من أجل الأعشاش لتدوم حتى يظهر ريش الفراخ. تنمو هذه الطيور بسرعة. 20 يوماً فقط تمر بين أن تفقس وأن تطير. لتحقيق هذا، كلا الوالدين يحتاجان إلى إطعامها باستمرار. العشب الوفير على ضفة النهر يبقي قطعان البقر قريبة ومدخمة. وحيث توجد أبقار، هناك روث. وحيث هناك روث، ثمة ذباب. وهو أمر رائع من أجل سنون الرمل وفراخه النهمة. الابتعاد عن العشب الأخضر الغض قريب من النهر، سرعان ما تبدأ بقع من اللون البني بالسيطرة على المشهد الطبيعي. في معظم السنة لا تصل غيوم المطر إلى هذا المكان من داخل البر. كل 3 عقود تقريباً ثمة سنوات من الجفاف الشديد. هذه أرض التطرفات، لا يمكن سوى للأكثر مقاومة أن ينجو هنا. يتحول العشب إلى رمل وصحراء، تدفع فترات الجفاف الصيف كل الحياة إلى الحافة. لكن الشتاء بالقسوة نفسها، تصبح العواصف الرملية عواصف ثلجية. طوال نصف العام تجعل العواصف الجليدية سهول فيضان هيرلين غير مضيافة. أفضل مكان لانتظار مرور الشتاء هو باتجاه منبع النهر قرب المنحدرات الجنوبية للجبال. هنا تلجأ الغزلان المنغولية.
حاليا يصعب تمييز الصغار من البالغين. على رعاة القطعان المنغوليين التأقلم مع تغير الفصول أيضا. في الصيف يطلقون قطعانهم لتجوب بحرية، وفي الشتاء يبقونها قريبة من مخيماتهم محمية من العواصف المدمرة. هذه المنحدرات الجنوبية تقدم المزيد من الشمس وأقل من الرياح. في السهول المفتوحة يمكن أن تكون العواصف قاتلة. عندما تبدأ سرعة الرياح بالازدياد يسرع رعاة القطعان لجمع قطعانهم، وفي عاصفة ثلجية لا تكون الرياح هي الشيء الوحيد الذي يجب الخوف منه. الشتاء على السهل المنغولي، تتبع الذئاب قطعان الغزلان وتراقب الجوارح من الأعلى لترى ما يحدث، وتنتظر فرصة عشائها التالية. جمال باكترانية ثنائية الحدبة متأقلمة تماماً مع المناخ بمعاطفها الصوفية السميكة وكتلة جسمها الهائلة. يمكن أن تنخفض الحرارة إلى 49 درجة تحت الصفر، لكن الوقوف بشكل متقارب معاً يجعلها تتحمل ليلة باردة بشكل خاص. تقوده الرياح بقوة العاصفة، الثلج حاد مثل زجاج الأرض. هذا النوع من الليالي يناسب الذئاب بشكل كبير. مع ازدياد قوة العاصفة سرعان ما تصبح الغزلان غير قادرة على سماع أو رؤية المفترسات المقتربة، لذا تطبق الذئاب. تبدأ الغزلان بالشعور بالذعر، إنها مسألة وقت فقط. مع انبلاج الفجر تكون الذئاب قد اختفت. والجوارح تنهض باكرا لتأخذ غنائمها. الجوارح السوداء من بين أكبر طيور الطرائد في العالم. هنا على السهل المنغولي هي متأقلمة على أكل اللحم المجمد طيلة نصف السنة. أقصى الشتاءات هي موسم وفرتها، بفضل الذئاب طبعا. زوج من الجوارح السوداء تدافع عن منطقتها ووجباتها معا، إنهما شريكان مدى الحياة. لأكثر من نصف العام تصبح الأنهار والبحيرات متجمدة تماما، الهواء جاف مثل وسط صحراء جوبي.
في الأيام المشمسة عديمة الرياح يخرج رعاة القطعان البدو لإحضار جليد النهر ليذوب من أجل مؤونة مياههم في الخيمة. مخزون الماء بالنسبة إليهم يجب أن يدوم. بسبب العواصف القوية ستمر أيام يكون فيها من المستحيل مغادرة الخيمة. طوال آلاف السنين كانت الجمال الباكترينية هي الأفضل وغالبا وسيلة النقل الوحيدة في وسط آسيا. هنا في سهول منغوليا الجافة والباردة يمكن أن يبدو أن هناك فصلين فقط، ويمكن للتغيير أن يبدو مفاجئا أحيانا. بعد نصف عام من البرد القارس كل الأشياء الحية تحن إلى الصيف، لكن أحيانا يمكن أن يكون الصيف على نهر هيرلين أقسى من الشتاء. لم تكن النباتات والحيوانات تحن للدفء فقط، بل للماء أيضاً. لكن بشكل متكرر، فإن الواحات الطويلة والضيقة لنهر هيرلين تكافح الصحراء المقتربة. عندما تقل الغيوم القادمة من الهادئ التي تصل إلى وسط القارة، فإن هذا الرافد لنهر أمور تنتظره سنوات عجاف. تزداد حدة كل صيف إلى أن يجف النهر ببطء. حيث ملايين الأسماك ازدهرت منذ أكثر من عقد، البحيرات والبرك التي لا تحصى على طول هيرلين تجففها رياح الصحراء الآن. حيث سديم الصباح كان ينجرف على طول نهر هيرلين، تقود الرياح الآن الغبار المالح عبر السهل. إنها سنة جفاف وتنتشر صحراء جوبي شمالاً وشرقاً. هذا المنبع لنهر أمور العظيم قد أصبح جافاً، لكن الأون أون وهو رافد من منبع أمور الشمالي، نهر شيلكا، لا يجف أبداً. على طول واديه فصول الصيف خضراء دوماً. هذه جنوب سيبيريا قرب الحدود المنغولية. رغم أن سبخات هيرلين قد تجف، فإن البرمائيات والأسماك في أون أون آمنة. الغطاس والغرة والبط وبط النهر الصغير وخطاف البحر والزقزاق والكركي والإوز تتجمع كلها في أحد أكثر مناطق الأنهار حياة على الكوكب. بين جزر أون أون والمستنقعات يمكن لمخلوقات الأرض الرطبة أن تنتظر مضي سنوات الجفاف التي تصيب الجنوب. تستغل القضاعات الوفرة إلى أقصى درجة. يمكن أن تستجيب الطيور على الجفاف وتغير أرض تناسلها من الجنوب إلى الشمال لبضع سنوات.
تبقي دورة المناخ الحيوانات في حركة وتجبرها على التأقلم وإعادة التأقلم. على امتداده يجري نهر أون أون عبر الأرض الروسية. على ضفتيه بنى الرواد الروس قرية كانوا هنا منذ 3 قرون، بعيداً عن أي مدينة أو طريق معبد أو سكة حديد. توفر الطبيعة للقرويين ما يحتاجون إليه. لم تتغير الحياة هنا كثيراً مع مرور الوقت، لم تكن فارهة قط. طوال 200 عام قبل بناء سكة الحديد العابرة لسيبيريا، كان التنقل بالقارب على طول نهر أمور هو خط الحياة الذي يربط مجتمعات روسيا الرائدة بالشرق الجامح. في الصيف كان التجار والجنود يسافرون على الماء، في الشتاء على الجليد الصلب. الهجرة لمسافات طويلة لا تزال مستمرة أيضاً. تحت سطح النهر تقطع الأسماك من مجرى أمور المنخفض مسافة طويلة إلى الامتدادات العليا لروافد أمور لتضع بيضها. نهر أون أون المتدفق بسرعة مع مياهه النقية الباردة والغنية بالأكسجين وسريره الحصوي يقدم ظروفاً مثالية من أجل البيض وفراخ الأسماك. الأكبر من هذه الأسماك المهاجرة هي السلمون المرقط، يمكن أن يصل طولها إلى نحو 2 متر وتزن نحو 90 كيلوغراماً. اختار هذا الزوج انخفاضاً صغيراً جذاباً للتفريخ في سرير النهر. موقع تفريخ جيد، يجب أن تكون فيه حصن خشنة وحصن صغيرة، حجم مناسب لحمل البيوض وبالقوة المناسبة تماماً للتيار للحفاظ عليها خالية من الرمال والطمي. يلعب الحصى دوراً هاماً في حياة نهر أون أون، تحت الماء وفوقه أيضاً. على طول امتدادات النهر العليا ثمة مساكن كاملة مصنوعة من الحصى. يحب الزقزاق ذو الحلقة الحصى، إنه يتناسل على الحصى ويمتزج بالحصى ويقتات في الحصى. ينبش الديدان والقشريات الصغيرة. يمكن لفراخ الزقزاق أن تركض وتجد طعامها بعد أن تفقس من بيوضها بوقت قصير، مما يعطي أهلها فرصة للاسترخاء والتأنق في الشمس. لكن ما إن تعتمي الغيوم السماء، تدخل الفراخ لتختبئ. إنها إحدى عجائب الأون أون الطبيعية الأكثر روعة. في منتصف الصيف ملايين وملايين الأسماك تفقس على طول منبع أمور الشمالي، سرعان ما تعج المياه الضحلة بفراخ الأسماك. بالنسبة إلى الأسماك المحلية كمختلف أنواع السلمون، فإن تنوع فراخ السمك المهاجر هو مأدبة. بنهم تغزو أرض تفريخ أسماك الماء العذب، تنتظر كي يغسل التيار البيض وكي تفقس الأسماك الصغيرة، ربما تلتهم آلاف البيوض. لكن طالما أن نهر الأون أون يبقى طبيعياً ومنتجاً،
تستمر ملايين فراخ الأسماك بملء امتدادات أمور المتوسطة. حياة نهر بري عظيم لها محاسنها ومساوئها، بعضها متطرف وبعضها يأتي بدورات منتظمة. بعد سنوات جافة تنتهي دورة الجفاف. مرة أخرى تندفع جبهة غيوم من المحيط الهادئ إلى داخل البر عبر سماء سرقاء صافية، متقدمة حتى السهل المنغولي. يمكن أن يكون الهطول هائلاً. خلال أيام تتحول الأرض العشبية العطشة إلى اللون الأخضر. يمكن أن تعود القطعان، تعيد المياه الحياة. تمتلئ مئات البحيرات، يتدفق نهر هيرلين ثانية. تنتشر الأخبار بسرعة بين الغيوم والنهر، يصل عشرات آلاف المهاجرين كي يستغلوا ما يمكن أن يكون فرصة عمرهم. مرة أخرى تنتشر السبخات، الحيوانات اليافعة في كل مكان. يزداد عدد الحياة البرية إلى أن تنشغل كل المساكن الجيدة. تبقى طيور الكركي الفتية مع أهلها طيلة الصيف. يرشدها أهلها إلى أفضل أراضي الطعام، سهولا مليئة بالزواحف الصغيرة. وفي الخريف تقتادها في أول رحلة طويلة لها من منغوليا عبر الهيمالايا حتى الهند. بعد سنوات من الغبار والظلال الكئيبة للون البني، تضيء انفجارات اللون المشرق سهول الفيضان والسهل الرملي، زنابق النار وأوركيد البريمولا وسوسن السهل. جذورها وبصلاتها قد نجت عميقا في الرمال خلال السنوات الجافة، والآن تحفزها الأمطار كي تنفجر مثل الألعاب النارية. سبخات منبعي أمور تلعب دوراً هاماً في نماذج هجرة عدة طيور. في رحلاتها الطويلة تحتاج الطيور المهاجرة إلى أماكن استراحة، حيث يمكنها إعادة تغذية نفسها بأمان. بين هذه الطيور يتميز إيوز البجع. مناطق طعامه فريدة، إنها تحفر حفراً عميقاً في الوحل كي تحصل على الجذور الطرية لنباتات المستنقع. بشكل مناقض تمسح طيور النكات المياه الضحلة قرب الضفة بحثاً عن القشريات والحشرات الصغيرة. بهذه الطريقة ثمة كثير من الطعام للجميع. يقحم طائر البقويق أسود الذيل منقاره عميقاً في الطمي الناعم بحثاً عن الرخويات والديدان الصغيرة. خلفها رحلات لآلاف الكيلومترات لتصل إلى أراضي الشتاء التي تصل بعيداً حتى أستراليا. منبعا نهر أمور، نهر هيرلين ونهر أون أون،
ينبعان من الجبل نفسه تماما. إنه القمة الأعلى هنا، إنه كثيف الغابات في قاعدته، ووديانه منعزلة ويكاد يكون الوصول إليها مستحيلا. هذه القمة هي المصدر الحقيقي الوحيد لنهر أمور، بورخان خالدور، جبل المنغوليين المقدس قرب الحدود الروسية، مكان مقدس كان يعرفه حافظوه فقط في السابق. هنا يعتقد أن جنكيز خان والد المنغوليين قد ولد ودفن. أسس إمبراطوريته هنا، واعتبر أن هذه أرض مقدسة ويجب عدم لمس طبيعتها البرية. طوال 8 قرون احترم المنغوليون أمر خان، الجبل المقدس لجنكيز خان. يستنزف المطر من آخر الغيوم التي تنجرف إلى داخل البر من الهادئ، وتغذي في النهاية نهري منبع أمور. تربط هذه الأنهار السهول القاحلة لمنغوليا بالغابات النقية لسيبيريا وشمال الصين، حيث يلتقيان باتجاه المجرى. يجري نهر أمور عبر بعض أكبر الغابات غير المنقطعة على الكوكب. سرعان ما يجمع النهر الزخم في شبكة هائلة من الجداول والروافد، تستنزف منطقة مستجمعات مياه هائلة، تسكب مياهاً أكثر وأكثر في قناة أمور الرئيسية المتضخمة. على مساره يشكل أمور أحد أكبر الحدود النهرية في العالم. على الضفة المقابلة أغنى مناطق الصين الزراعية التي تطعم ملايين الناس. يتدفق أمور إلى الشمال الشرقي من الحدود، وهو أطول نهر في أقصى شرق روسيا. قرب المحيط الهادئ في فصول الصيف الحارة، تلتقي حيوانات من تحت المنطقة المدارية مع أخرى من سيبيريا. يصب أمور المهيب في بحر أوشتسك الذي يتباهى بأغنى النظم البيئية على الكوكب. وهذه ليست نهاية رحلة النهر، تبدأ الدورة الكبيرة من جديد مع انجراف غيوم المحيط الهادئ إلى داخل البر، وتغذي شبكة أمور من المجاري المائية. أمازون، آسيا.